بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. وكل سنة وحضراتكم طيبين، في إحنا في عن أفضل أيام العام أو أفضل أيام الدنيا، والعمل الصالح في هذه الأيام خاصة ذكر الله، التحميد والتهليل والتكبير، يعني من أعظم الأعمال عند الله وثوابه عظيم. فنكثر إن شاء الله جميعا من هذا الذكر الغالي، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وغيره من الأذكار اللي تحمل هذه المعاني وهذه الكلمات الطيبة إن شاء الله. الحقيقة خلال الساعات اللي فاتت أو يمكن الأيام اللي فاتت كان في حديث كبير على مواقع التواصل الاجتماعي عن ما يحدث داخل مكة في هذه الأوقات. طبعا احنا يعني أيام قليلة إن شاء الله وتبدأ مناسك الحج، لكن كان هناك حملات شديدة لضبط المخالفين من الداء اللي يعني راحوا المكة بتأشيرة زيارة وليس بتأشيرة حج، وكان هناك بعض المشاهد اللي انتشرت لتكسير الشقق وضبط هؤلاء وإخراجهم من مكة وما إلى ذلك. والموضوع الناس يعني محتارة فيه، ما هو الصحيح فيه وما هو الخطأ، وهل ده فعلا تنظيم للحج وأمر ضروري السلطات بتعمله، ولا في أمر من أمور التعسف يعني أو الشدة المبالغ فيها. أيضا كان في حديث في مؤتمر صحفي لأحد المسؤولين عن تنظيم الحج هذا العام من السلطات السعودية، وكان بيقول إن منع رفع الشعارات السياسية خلال هذا الموسم لأنه موسم عبادة وما إلى ذلك. فإحنا أيضا هنتكلم عن هذه النقطة، أيضا إيه المقصود بهذا الأمر، ويعني هل ده هيتم فعلا أم لا، وأبعاد هذا الكلام. خلينا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عصام تليمة من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور. طبعا النقطة الأولى هي مسألة يعني المخالفين لتأشيرة الحج، يعني شفنا الفيديوهات اللي يعني قوات الشرطة بتقتحم بعض البيوت بتكسر الأبواب وبتدخل على الناس، والحقيقة الناس دي يعني هم فعلا مخالفين للتأشيرة لأنهم تأشيرتهم تأشيرة زيارة لا يسمح فيها بالحج، لكن هم وصلوا مكة بالفعل، فالوضع الشرعي في هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. يعني احنا تحدثنا من قبل في حلقة سابقة عن الالتزام بالقوانين المنظمة لمشاعر الحج، قلنا الناس لا تخالف، إن المخالفة تؤدي إلى مشكلات، وإن يا جماعة الناس منظمة المكان لأنه الطاقة الاستيعابية لهم أو القدرة الإدارية لهم على ذلك هي مرتبطة بشكل معين. معنى ذلك إن الناس قدرتها على الإدارة أو قدرتها على إدارة هذه المناسك محدودة بالشكل المعين، فإذا ما يعني لم ينل الإنسان من حظه من الذهاب لبيت الله الحرام للحج حتى لو كان في مكة ومنع لأسباب إدارية، معناه أن الأجر قد أخذه من الله عز وجل. أنت نويت وسعيت واجتهدت وحاولت، ولكن منعك مانع، حبسك حابس خارج طاقتك وخارج إرادتك، في هذه الحالة لا وزر عليك والأجر لك عند الله عز وجل. أحد الصحابة كان رجلا مسنا مريضا، أجاء الأمر بالهجرة، وتذكر هذا في السير يعني. فلما أراد الهجرة قالوا له أنت رجل مريض ومسن ورفع عنك الحرج، يعني أصلا ما قدرش يتحرك من السرير، فقال لا أستطيع الهجرة بنفسي لكن أستطيع الهجرة بغيري. فاستأجر أربعة من الرجال يحملونه بسريره، كل واحد يشيل من إيه من عمود من السرير، وحملوه وهو في منتصف الطريق أدركته الوفاة، فجلس يعاهد الله عز وجل هكذا: اللهم إن هذه لك، اللهم إن هذه لرسولك، اللهم إني على العهد. ثم قبضت روحه، فلما وصلت أخباره إلى الصحابة بكوا وظنوا أنه مات في منتصف الطريق، أي أن له نصف هجرة. فنزل قول الله عز وجل: من يخرج من بيتي مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فكانت في هذه الآية عزاء شديد لكل من بدأ عملا ولم يتمه لأسباب خارجة عن إرادته. دي نقطة مهمة. إذن دي مسألة. طيب إذن من حقك إنك كمكان منظم تحط قوانين إدارية تنظم هذا المكان ما دمت تفعل ذلك مخلصا لله ولست متحيزا أو لست مستغلا لإدارتك للحرم. خلاص، والناس عليها تسمع وتطيع وتنفذ ما هو في
المتاح في هذا الأمر. طيب، لكن عند تنفيذ هذا الأمر المحظورات لا، لابد أن تفرق. أنت تتعامل مع ضيوف الرحمن، لا تتعامل مع ضيوف السلطان ولا الإنسان. حتى عند الخطأ لابد أن نراعي أن من يخطئ هذا أخطأ من باب الحب لله ورسوله، مش واحد مجرم الهربان عشان الحج، ده مش مجرم. مجرم عمل جريمة بمعنى أنه هو واحد سرق، قتل، نهب، زور، عمل، لا، يعني خلينا نكون أخطأ خطأ إداري تمام، ما بنأيدوش في الخطأ. لكن تعامل السلطات مع هذا الخطأ بما صور من بعض المشاهد بالإساءة والإهانة والاقتحام غير المقبول، لا. أنت هو قاعد في بيت، أنت يا سيدي عندك على الحدود بتاعتك بالدخول لمكة والمشاعر عندك حواجز أمنية تمنع الدبانة من الفش، مش محتاج تخش البيوت وتكسر وترزع وتعمل، محتاج ده كله سهل قوي. عندك الطرق المؤصلة إلى المشاعر ما أسهل، بحواجز حديدية خلاص انتهت، واقف عليها عشان بيبص في الفيزا وخلص، سهلة. إنما الدخول إلى البيوت كأنك رايح تطالب تشوف مخدرات ولا بيوت دعارة معاه والعياذ بالله، لا، ليس بهذه الطريقة تدار مسائل تتعلق بأناس أتوا محبين لله ورسوله. دول لو ناس بيقوم بتوع سياحة هتعملوا معاملة محترم عن كده. ده لو واحد شاب لفريق أجنبي فتعمل فيه الطبر حاجة هتحترمه. فدي نقطة مهمة جدا. النقطة الأخرى قضية الشعارات السياسية ورفعها. والله السياسية الحزبية أنا أؤيد تماما عدم رفعها تماما، صح، لكن إذا كان قضية للأمة وليست قضية سياسية، مش شايف إن في هذه الحالة، وإن كان حتى لو صدر قرار الناس تلتزم به، لأن إذا منعني من رفع علم فلسطين ولا حاجة معبرة عن فلسطين أقدر أدعي فلسطين، المكان ده مكان دعاء مش مكان إعلان وتظاهر، وده كلام يعني سهل مش صعب. يعني حول من تلبيتك ودعائك واجتهادك في الدعاء لأهل غزة وأهل فلسطين، ما أنتش محتاج لافتة ولا محتاج مظاهرة ولا محتاج كاميرات تصور، محتاج أن ترتفع دعوتك إلى صاحبها ومجيبها إلى الله سبحانه وتعالى. أمر مش صعب. وطبعا السعودية مقرر القرار ده حتى في المباريات عشان نكون منصف، وشوفنا كان فيه فريقين هيلعبوا واشترطوا، ولما حب الفريق يرفع صور أتاتورك رفض، أيوه، واضطر الفريقين يلغوا الماتش، قالك هنلغيه خلاص. هنا تحترم صاحب القرار وتحترم اللي امتثل للقرار، كل أصر على ما يعبر عن ثوابته هو نفسه، ثوابت وطنية إنسانية سياسية، خلاص قالك عايز تيجي والله أشوف واحد ثلاثة، لا قالك مش هقدر استحمل الكلام ده عندك فرفض. إذن ده قرار ألتزم به ما عنديش أزمة، لكن المهم التعامل مع هذه القرارات. إني والله لقينا واحد فجأة علم رفع علم فلسطين، ما بقاش بقول خلاص اتخذ العلم ويرسله، ما تكررش الكلام ده تاني خلاص. معظم الشرطاء الشرطة في العالم المتحضر لما بيلاقي اللي مخطئ ده مش متعود على الخطأ بيفوت بقى أول مرة، بياخد يصادر أداة الخطأ، ولكن خلاص. وشوفنا فيديوهات لقضاء أمريكان مع سواقين يقول له ليه، يقول له والله كنت بودي ابني جلسة علاج وكذا وتجاوزت السرعة، يشيك يلاقي عنده فعلا دي مش من عادته دايما، فيقول رفعت عنك الغرامة ويشكره. ونشوف فيديوهات كده يعني نشوفها على اليوتيوب كتير، أيوة، لقضاء أمريكان. وشفت حالة مع اثنين سواقين عرب، منهم اثنين مصريين مثلا، اثنين مصريين وحالات عربية أخرى عراقي وغيره، تسأله يقول لك بقالك 25 سنة بلدنا ما ارتكبتش أي جريمة ولا أي خطأ، أنت إنسان محترم، أنت إنسان كويس، أنا هشيل الغرامة اللي عليك، فيشكو. الفيديو مسجل عن طريق المحكمة، واللي بيبحث المحكمة عشان تبين إن هي في مساحة في القانون، هي روح القانون. فأنا يا جماعة دول الأمريكان الأولى إن إحنا كعرب أخلاقنا وكمسلمين أرقى وأعلى عندما نتمثل بأخلاق الإسلام وأخلاق العرب. نلاقي نفسنا لا يا جماعة، المفروض إن إحنا في التعامل مع مثل هذه المسائل
ما يكونش بهذه الحده بهذه الدهانه، وتكتشف ان عدد حوالي فوق 60% من الناس المجموعه مصريين. وده بيديك علامه دلاله مهمه. الدلاله اللي هو مش حب المصريين يا اخواننا للمخالفه، عشان ما حدش يفهم يقول لك الله اصل هم دايما المخالفين للقانون، لا، هو يدل على مدى الحب والشغف والرغبه في اداء هذه الفريضه. ايوه. والا هتلاقي اللي راح ده اللي باع الذهبها واللي باع ايراد عنده واللي باع كذا واللي استلف واللي اتداين عشان مش عشان يرجع. ودول ناس غلابه رايح ساكن زي ما شفنا الساكن بتاعه، ما انا مش رايح فخفخ، مش رايح فرحان باللقب، لا، هو عايز يأدي الفريضه. بس ادي كل القصه، مش يتاجر. لان لو رايح يتاجر كان يقول لك ده ناس رايحين تجاره، يتاجر كفاه الزياره اليومين ثلاثه يجمع الشنط اللي معاه ويروح. انما ايه اللي قعده المده دي كلها في سكن ويدفع فيه مصاريف واكل وشرب وحياه ودنيا وشظف العيش البسيط ده؟ دلاله يعني اولى. الدلاله الاخرى دلاله على ان هؤلاء الناس ليست وراءهم سلطه تدافع عنهم، او على الاقل والله كانت تتوسط في اي شيء. والله يا جماعه طب على الاقل نشوف كبار السن منهم ونستثنيهم يكلموا الملك سلمان في هذا الامر وتسمح الحاله بذلك. أطول العدد لما يقول لك 1.5 مليون ولا 2 مليون مش هتفرق معاه على 50,000 زيادة يعني. فده نقم ال 300,000 دول عايشين 30,000 حالة من اللي هم كبار السن اللي هم ناس الرجعة كسرة نفس ليهم، غير اللي في صحته شباب لسه ربنا يدوه الصحة يعني. فدي مسألة يعني احنا النهاردة للأسف لا نجد مثل هذه الوساطة، خاصة إن مصر لا تاريخ مع الحرمين الشريفين من هي المصرية وأيام رعاية يعني كسوة الكعبة والمحمل الشيء اللي صدوا في التاريخ كان يقضي بذلك، لكن العلاقات السياسية بين البلدين انحصرت في رأسي السلطة مش في الشعوب. فلذلك أصبح الشعوب ملهاش مكان في النقاش السياسي بين الحكام. طب في نقطة دكتور هنا طبعا يعني الكلام حضرتك طرحته ده يعني الحقيقة كلام جميل جدا. في نقطة اللي هي مسألة الآية الكريمة ومن دخله كان آمنا، كان في كلام على مسألة ترويع الحجيج، يعني الناس انقسموا، يعني فريق قالوا ان هو يعني بيتم ترويع الناس اللي وصلوا مكة بالفعل، وفريق تاني قال ان الناس المخالفين هم اللي بيروعوا الحجاج النظاميين لانه بيعملوا زحمة في المشاعر وما الى ذلك. فازاي نفهم هذه الآية في حدود لا ده صح ولا ده صح، يعني الامر بعيد عن ذلك، انما مقصود به أن من دخل الحرم ينبغي أن يؤمن. وإلا قبل كده جهيمان والمجموعة اللي معاه لما احتلوا الحرم، طب وبعدين؟ ما هو ده يعني أصبح لابد من تحرير الحرم من هذا الاحتلال. ما نقدرش نقول والله يبقى ساعتها الحرم افتقد الأمانة، ويعني لا، هنا الحرم المفروض تحكمه قواعده الدينية والفقهية شرع. طيب دخلوا يقول لك لا إن دول اللي جايين يخوفوا الحجيج، لا ده جاي يخوف الحجيج بتاعك ولا التانيين. انما بنتكلم هنا هذا التجاوز مش معناه ان هو ترويع بهذا الشكل. طبعا احنا ضد هذا الترويع وضد هذا التجاوز مع اي ضيف للمملكه العربيه السعوديه. الاصل العربيه السعوديه وشعبها شعب مضياف، العالم العربي بوجه عام مضياف. تروح قطر، تروح السعوديه، تروح الامارات، تروح الكويت، تروح عمان، البحرين، تروح مصر، السودان، سوريا، الناس الشعوب شعوب مضيافه. عمر الشعوب ما ضاقت بزائر او بضيف سواء كان مسلم او غير مسلم. ياما اجانب عاشوا في بلادنا، اجانب غير مسلمين، وعاشوا منعمين مكرمين محفوظي موفوري ويعني محمي الدم والعرض، ما حصلش اي اعتداء عليه. ده الاصل فينا كبلاد المسلمين. والاولى من في هؤلاء جميعا يبقى الذين جاءوا الى بيت الله الحرام ولو باخطاء يعني إدارية في هذه المسألة.